حي الله عز وجل أصحاب هذه، حي الله عز وجل هذه الوجوه الطاهرة، حي الله عز وجل هذه الأيادي البيضاء الطاهرة المتوضعات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في خطواتكم خطوة خطوة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق ذوي السجناء الصبر والاستبار والتجلد والسلوات. صلى الله عليه وآله وسلم التلام النبي عليه الصلاة والسلام قد فضلنا بغير ما حديث، قلت النبي عليه الصلاة والسلام أثلج صدورنا وطمأننا في غير ما مناسبة حديثية من أحاديثه التي صحت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه، دوب له الإمام النووي ترجم للحديث بقوله: باب بدأ الإسلام غريبا وهو يأرث بين المسجدين كما تأرث الحية في جحرها. ثم ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا وهو يأرث بين المسجدين كما تأرث الحية في جحرها. هذا الحديث أخرجه كذلك أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند وغيره، هذا الحديث روي في صحيح مسلم وفي المسانيد وفي السنن. النبي عليه الصلاة والسلام قد طمأننا وقد تنبأ بهذه المراحل الزمنية التي سوف تعتصم لها أفئدة الأمة. قد طمأننا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إطار دائرة الصراع بين معسكر الحق ومعسكر الباطل سيظل الصراع هكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولذلك فنحن نطمئنكم استنادا من اقوال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، فنقول لكم صبرا صبرا صبرا، ونقول لكم واصلوا الصبر والمسيره والمسلك، لان رضا الله عز وجل معكم، لان الله سبحانه وتعالى سيكملكم في الدنيا والجنه باذن الله يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين نصروا المستضعفين في الأرض. نسأل الله عز وجل أن لا يسجل علينا التاريخ سجلات سوداوية مظلمة قاتلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين وقفوا أبطالا وقفوا أطرافا شامخة من أجل أن يقولوا: كفى للظلم، كفى للجبروت، كفى للغطرسة، كفى للفرعنة، كفى كفى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كذلك في غير ما حديث، وهذه برقية شديدة اللهجة، إنذار حربي على المستوى الأسلوب البلاغي وهو شديد اللهجة. هذا الإنذار نرسله سوا وعلى جناح السرعة إلى الجلادين، نقول لهم: إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون بالله وتؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاسمعوا ماذا قال النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الظلم من صحيحه، ترجم له الإمام النووي بقوله: باب في الإملاء للظالم. اسمع يا ظالم، اسمع يا جنات، اسمع أيها السفاح، يا من اعتديت على الأعراض الطاهرة، يا من اعتديت على الأسباب الجريئة المتوقعة. أخرج الإمام مسلم في كتابه الظلم من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رضى عن عفوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث بمناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليري للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: من القارئ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إذا أخذ القبائل، إذا أخذ المدن، إذا أخذ الدول، إذا أخذ الحكومات الجبروتية المتغطرسة المتفرعنة المستكبرة، إن أخذ الله عز وجل عليم شديد.
ما علينا إلا أن نصبر ونتصبر ونتجنب في إطار نصرة إخواننا، ونعلم علما يقينيا من صميم أفئدتنا وقلوبنا لا يسامرنا في هذا أدنى شك ولا مثقال خردلة من ريل ولا ريب، بأن النصر آت آت، أبى من أبى وأحب من أحب، أبت أمريكا وعملاؤها أما أحبوا، لأن النصر آت بإذن الله عز وجل. هم يعتقدون أنهم يحاربون ما يسمى بالمتطرفين والإرهابيين، نحن نقول لهم وهم يعلمون هذا، فالرجل منهم إذا خلى بنفسه إنه يوضح نفسه يدوء نفسه، وإنه يعنف ويقرع نفسه أيما تقريع وتوبيخ وتعنيف. لماذا؟ لأن فطرته تتحرك. اللهم إلا من مسخ الله فطرته، إلا من مسخ الله فطرته فصار خنزيرا، صار عنده الحق باطلا والباطل حقا والظلم عدلا والعدل ظلما، وهكذا دوالك. قلت إن النصر قادم بإذن الله عز وجل. هم يعتقدون أنهم يحاربون أناسا إرهابيين متطرفين متزمتين منغلقين على ذواتهم وأنفسهم متحشرين لا يؤمنون بالتقدم التكنولوجي وما إلى ذلك. كتبنا الله، نحن نتحجر الآن على القرآن والسنة بمعنى حتى لا يسمع كلامنا من يخطاط في المستنقعات، حتى لا يسمع كلامنا ويقول ها هو الدليل وهي الحجة القاطعة والبرهان الصابع. نقول إذا كان الاعتصام بحبل الله تحجرا، إذا كان اقتفاء أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزمتا وانحلاقا وتقوقعا على الذات، فإننا من المتزمتين، فإننا أول المتزمتين، فإننا أول المتحجرين، فإننا أول المتطرفين. إذا أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى إن الله ليملي للظالم. إذا أنت معك نصر الله، أنت معك القرآن والسنة، واعلم علما يقينيا بأن الله حافظك وأن الله كافئك سيسمع كلام حالة. كتب الله لأخذنة أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا فالآيات والأحاديث وما إلى ذلك، واسمعوا كذلك، وهذا الخطاب الوجه كذلك إنذارا حربيا شديد اللهجة والأسلوب البلاغي الخطابي آت من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الظلم من صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير. عفوا نأتي إلى الترجمة، لأن الترجمة تدل على دقة المترجم، على دقة من وضع الباب. قال المترجم الذي وضع الترجمة والباب ألا وهو الإمام النووي ولم يكن مسلما، وهذا القول معروف يعني عند بعض طلبة العلم والمشايخ. قلت قال الإمام النووي باب في الذين يعذبون الناس. يا الله، إنها سلوى، ما عليك إلا أن تطمئن، ما عليك إلا أن يسكن فؤادك، ما عليك إلا أن تكون من المقبلين لا من المدبرين. باب في الذين يعذبون الناس. ثم ساق الحديث بسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال مر بالشام وأناس قد أقيموا في الشمس، وأناس قد أقيموا في الشمس وصف على رؤوسهم السيف، فقال ما هذا؟ انظر إلى الفطرة التي تعدى الظلم والخلوع والخلا، فطرة ربانية. انظر إلى فؤاد هذا الرجل، قال يا سبحان الله، يعني سبحان الله مدرج مني، فقال ما هذا؟ ما تصنعون؟ فقال ما هذا؟ قيل إنهم يعذبون في الخراج. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فأبشر بعذاب الله يا جلاد، أبشر بلغة التحذير والتعنيف، بلغة التهكم، أبشر كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، علما بأن البشرى لا تأتي إلا بخير. إذا فهؤلاء الذين يعذبون الناس فليعلموا علما يقينيا أنهم سيعذبون في الدنيا بالضنك بالشقاء، والله إنهم يعذبون في الدنيا، لكنهم لا يستطيعون أن يلبسوا ببنت شفة حتى لا يخرقوا هذا المذهب المثل العسل.
إذا قلت الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث يعني قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فالعذاب الذي ينزل على أسناد إخواننا الطاهرة البريئة الزكية الصافية فليستبشروا خيرا إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد سلاهم وأعظم بهم الخلوة. النبي عليه الصلاة والسلام قد طمأن قلوبهم وقال لهم إن مصيركم هو رضوان الله جل وعلا، ما عليكم إلا أن تصبروا وأن تتسلطوا على البلوى. وأنا أقول للإخوة صبرا على غربة الإسلام، صبرا على اللهواء، صبرا على الخطب الجلل، صبرا على هذا الطريق. ما كان طريق الجنة في لحظة زمنية ما محفوفا بالورود والمياسين والأشواك، بل طريق الجنة محفوفا بالعراقل والمسامر. طريق الجنة محفوف بالعراقيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وروي عن غيره حجبت الجنة بالمكاره، وفي لفظ حفة حجبت حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا فاصبر يا أسير واصبر يا من يدافع عن الأسرى، اصبر صبرا جميلا فإن النصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما عليك إلا أن تكون من المخلصين من الذين سلكوا هذا الدرب بإخلاص وقلبه فيه اليقين التام بأن هؤلاء السجناء سوف يغادرون السجن بقدرة رب العالمين، بقدرة الذي يقول كن فيكون. ولنعلم أن هذا الظلم لا بد له من نهاية، فدوام الحال من المحال. الله عز وجل أرانا في غير ما موطن من القرآن الكريم مصارع الظالمين، بين الله عز وجل لنا مصارع الظالمين في قرآنه. قال جل وعلا في أواخر سورة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم الآيات إلى آخر الآيات. إذا فنحن نعلم علما يقينيا بأن هذا الظلم سوف ينقشع وسوف يزول وسوف يطمئن بإذن الله سبحانه وتعالى. وبشراكم لهذه الغربة، هذه الغربة التي تنبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق وعن بينا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان بصحيحه وهو من أفراد مسلم، يعني لا يوجد في البخاري بهذا اللفظ البتة. هذا الحديث روي في مصادر للإسلام ألا وهي المصادر الحديثية الأخرى، قال فيها وكأنه يحكي عما نسأل الله عز وجل أن نكون من أمثال هؤلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ اسمع ركز جيدا، قيل ومن الغرباء؟ لأنك تصنف نفسك في هذه الخانة ونسأل الله عز وجل أن تكون منهم. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. انظر إلى الواقع، الواقع البئيس بعجره وبجره، هذا الواقع واقع الخنا، واقع الربا، واقع محاذاة شريعة الرحمن جل وعلا. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. فاللفظ الأول يصلحون أن فعل الصلاح قد استسرى في قلبهم وطال بهم. أما اللفظ الثاني فهو أفضل من الأول، الذين يصلحون يقومون بفعل الصلاح يقصون الصلاح في الأمة. العلمانيون والطابور الخامس يحاربون شريعة الرحمن جل وعلا، فأنتم كونوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيما خطوة خطاها علماني أو انتمى إلى طابور خامس فيجب عليك أن تؤدي عذره، ويجب عليك أن تبرز النار المحمدية نسبة إلى محمدنا صلى الله عليه وآله وسلم. قيل من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. النساء من القبائل الذين يعملون بالكتاب حين يهجر وبالسنة حين تنطفئ. ومن باب الأمانة العلمية أن كل هذه الأقوال يعني السيادات يعني في أسانيدها مقالات لكنها تتقوى فيما بعدها، يعني أن الحديث هو صحيح بمجموع طرقه.
إذا فأبشر يا أيها الغريب، هذه الغريب هذه الغربة التي تعيشها، فقد سلاك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد طمأنك شرع الله عز وجل. ما عليك إلا أن تستمسك وأن تعض بالنواجذ على شرع الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن العاقبة للمتقين كما قال القرآن الكريم والعاقبة للمتقين. ونحن نعتقد بأن هؤلاء كما تعتقدون أنتم وربما يكون فيهم علماني حافظ كفر باليوم الآخر، كفر بالله عز وجل وبرسوله، نحن نعتقد أنهم سيمثلون بين يدي رب الأرباب لفصل القضاء ولفصل الخطاب بين يدي رب الأرباب. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام مسلم في كتاب الظلم من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، أو قال يعني قال على كل صفحات بذكر الحديث لأن الحديث كبير جدا، أقول يعني أن هؤلاء سيمثلون النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا في الأحاديث التي مرت وثلثت وتفرمت أن لا بد من الوقوف بين يدي رب الأرباب لفصل الخطاب ولقضاء العدل بين يديه جل وعلا. محكمة لم يكن فيها محامي، ما بيشوفوها تشفرات الله، محكمة مكتوبة على بابها ونظر الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال، وفي ورش بكل الطريقين في الظلم مثقال، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين، وإن كان مثقال حبة من خردل فما ذلك لمن اختصر عرضا بريئا، فما ذلك لمن كسر عظما، فما ذلك لمن فقع عينا. ماتت الغيرة، ماتت الغيرة في المجتمع. امرأة سجنت على عهد الخليفة المعتصم عندما كان الخلفاء يحتكمون إلى القرآن والسنة، فتبادرت الأنباء إلى مسمعه أن امرأة عفيفة طاهرة مسلمة قد سجنها كلب الرومي، فكتب أو قال للكاتب اكتب، قال ما اكتب، قال من بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله الخليفة المعتصم إلى مستور كلب الروم أطلق سراحها، وإلا فوالذي بعث محمدا بالحق لأجندن لك جيشا أوله عندك وآخره عندك. والعزة لمن؟ عزة ما بعدها من عزة سعد فخار، لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل وأطلق الخنزير والكلب مستور المرأة المسلمة، وعفى أن لا يرسل معها رجلا لأنه يعلم بأن المسلمين يعني دينهم دين التسلل والعذاب، فقال أرسل السيدة المسلمة العفيفة في سرب من النساء وأكرموها إلى أن تصل إلى المسلمين. إذا فنحن نقول إذا كانت امرأة قد أسرت امرأة واحدة فما ذلك بسجون العالم؟ قد ملئت بمن؟ بالموحدين، ملئت بمن يوحد الله جل وعلا، ورغم ذلك ماتت الغيرة في هؤلاء، ماتت الغيرة ومات الحس الإسلامي ومات الوازع الديني في قلوبهم. لكن نقول للعشرة عبر العالم مشرقا ومغربا اصبروا وصابروا ورابطوا، إن موعدكم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، ما عليكم إلا أن تصبروا وأن تصبروا. إذا فخروجكم يا إخواني ذكورا ونساء إنما هو من أجل نصرة المظلوم، إنما هو من أجل نصرة المستضعفين، وسوف يسجل التاريخ عنكم أنكم لم تخونوا إخوانكم لحظة زمنية واحدة، أنكم كنتم أبطالا شجعانا، أنكم سطرتم الأجيال التي ستأتي بعدنا. أن الغيرة في الأمة قد ماتت وقد سويت صلاة الجنازة عن الأمة، لكن سيحكي التاريخ إن شاء الله جل وعلا، وهو أستاذ شاهد على تصرفات البشرية دقت أو جلت، سيحكي عن ثمرة صادقة وعن فئة مباركة أنها خرجت وفضحت بأعلى صمتها وقالت بأعلى صمتها وبحناجرها وحنجرتها كفى ظلما كفى جبروتا كفى غطرسة، فإن الطوفان قادم
سيعاقبكم رب العالمين بقدرته سبحانه وتعالى. إذا فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء واصبر صبرا جميلا، فإن الله عز وجل مع الصابرين، وإن الله سبحانه وتعالى مع المحسنين ومع المتقين. ولذلك فأول من سجن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كما حكى القرآن الكريم. فسجن منقبة، السجن منقبة وأكرم بها من منقبة. وسجن كذلك العلماء، خيرة العلماء في هذه الأمة سجنوا سلفا وخلفا، فما بالنا نحن لا نسجن، أو إذا سجن منا أحد يعني أنه تبشر وما إلى ذلك. أقول للسجين وأقول لذوي السجين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها ربا جميل. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استفرجت به فرجت، وفرج كربات إخوانك. اللهم أطلق سراحهم رغم ألوف الحاقدين. اللهم أطلق سراحهم رغم ألوف الحاقدين. اللهم كما أدنت عن هذه المسرحية الهابطة الهزلية حتى أن أسيادهم وأولياءهم اعترفوا بأنها مسرحية ومهزلة، اللهم إنا نسألك أن تكشف سوءاتهم على رؤوس الأشهاد. اللهم اصبحهم فوق الأرض، اصبحهم يوم العرض، اصبحهم يوم العرض، اصبحهم فوق الأرض، اصبحهم تحت الأرض، اصبحهم يوم العرض عليهم. اللهم إنك تعلم أن إخواننا قد صمدوا وقد صبروا على دينهم، اللهم ارزقهم الصبر والاستقامة. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا السجن بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم اجعل السجن بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم سطر ذويهم يا رب العالمين. اللهم كن لذويهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنا نسألك أن ترحم بكاء الأطفال. اللهم ارحم بكاء الأيام. اللهم ارحم بكاء اليتامى. اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك في السجانين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التقوى وحسن العمل. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق. اللهم ردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. اللهم بارك لإخواننا في كل خطواتهم. اللهم إنا نسألك أن نرجع وقد غفرت لنا. اللهم إنا نسألك أن نخلص النية ونحسن السريرة والطوية في كل أعمالنا. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك يا الله يا الله أن تأذن لشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم أذن للقرآن والسنة أن يحكم الأرض. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذه القوانين العتمة المتهفرة. صلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه والتابعين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.